منزلين فيديو جديد على قناتكم رواية وفنون، كيف تصبح غنيا في أسرع وقت. في ناس هتقول لك الفيديو فيه فبركة، اسمع الفيديو للآخر وانت هتحكم. الفيديو فكرة جميلة من طالبة جميلة، طالبة إعدادي قدمت الفكرة واحنا بنكملها. احنا هنقدم لك بداية الفكرة وهنقدم لك 1000 فكرة بألف مشروع. كل واحد مننا بيختار المشروع اللي يناسبه. ممكن مشروع ما يناسبكش انت بس بيناسب غيرك. الطالبة معانا المجتهدة إيمان هتبين لكم الفكرة، هتبين لك ازاي تصبح صاحب مال، هتبين لك ازاي تصبح غني، هتبين لك خطوات لازم تبدأها. أول حاجة هتتبعها من الخطوات دي هي مع ربنا سبحانه وتعالى، تجارتك مع ربنا. إيمان هتوضح لنا هي عايزة تقول الفكرة ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن ازاي تصبح غنيا في اسرع وقت. ماشي، لازم نعمل 4 حاجات، ال4 حاجات دي اساسية. عندنا اول حاجة الاستغفار، لازم تستغفر ربك في كل حين في كل وقت. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا جنات ويجعل لكم أنهارا. زي ما احنا عارفين يا جماعة فوائد الاستغفار زي ما قال ربنا الزيادة في المال وفي البنين، ونكسب به ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. اللهم إني أستغفرك بعدد خلقك وقوة جبروتك وعظيم سلطانك وزينة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك عدد ما كان وعدد ما هو كائن وعدد ما سيكون بعدد الحركات والسكون كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا الله. بس الأفكار معانا اللي ربح يا مان؟ لا طبعا، معانا فكرة تانية. الفكرة دي قراءة سورة الواقعة كل يوم، علشان قراءتها ليها جزاء كبير عند ربنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقعة لم تشركه فاقتا أبدا. يعني قراءة سورة الواقعة مرة واحدة في اليوم هتمنعك تماما، لأنها المانع الأساسي من الفقر. ومعانا إيه تاني يا مان؟ أخيرا صدقة ال100 جنيه. صدقة ال100 جنيه يا جماعة، لو كل 100 جنيه حضرتك طلعت منها 5 جنيه، 5 جنيه مش معضلة. كل 100 جنيه حضرتك تكسبها تطلع 5 جنيه، وعن تجربة. يعني بقول الكلام ده حضرتك احنا مجربينه. طلع 5 جنيه لله سبحانه وتعالى، ربنا هيردها لك الأضعاف. احنا مش بنختبر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لسه محل اختبار. بس دي حضرتك تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى. في الفيديوهات اللي جاية هنقدم لكم أفكار لتصنيع وأفكار لابتكارات وافكار لحاجات هتفيد حضرتك. مش احنا اللي مجتهدين عليها، احنا معانا ناس بتجتهد على الافكار دي، واحنا وسيله ربنا سخرنا لحضرتك عشان نقدم لك الفكره دي. نهايه الفيديو، بس قبل ما تروحوا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من اللايكات والاشتراكات، واكتبوا لنا كومنت.